أول من يرد هذا الحوض كما ثبت عند الترمذي قال أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، وأيضا أول من يرد ممن يرد أولا أهل اليمن، أهل اليمن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم إني لبعقر حوضي، ولذلك في صحيح مسلم أيضا قال أنا يوم القيامة عند عقر حوضي، عقر الحوض هو المكان الذي يشرب منه، إني لبعقر حوضي أذود الناس عن أهل اليمن أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم، يعني حتى يسيل عليهم. وأهل اليمن كما قال الشراح هم الأنصار، لأن الأنصار من اليمن، فكوفئوا لما وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وناصروه، كوفئوا بهذا. ولذلك جاءت الأحاديث توضح هذا أيضا، ومن تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان ممن كان كما سأورد بعض الأحاديث فإنه سينال الشرب من هذا الحوض. ولذلك مما يؤكد ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال للأنصار كما في الصحيحين ستجدون بعدي أثرة وضبطت أثرة، وهذا هو الأشهر، يعني سيفضل غيركم عليكم، يعني في هذه الدنيا ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولذلك في المسند عن خولة بنت قيس الأنصارية قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يزورنا في بيتي، يزور حمزة لأنها زوجة حمزة بن عبد المطلب، فقالت يا رسول الله لقد بلغني أن لك حوضا من كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام نعم، وأحب إلي من ورد عليه قومك.